السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا سيدنا؟ الحمد لله أنا طيب من فضل الله تعالى. الله يعافيك يا سيدنا ويبارك لنا في عمرك يا رب. يا رب وإياكم. يعني أنا على السريع معلش. اتفضل. ماذا كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان؟ في شعبان. كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. قليلا يفطر قليلا ويكثر من الصيام في شهر شعبان.